السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. هنعمل النهاردة جلاش بالقشطة على الطريقة التركية في 10 دقايق. اسهل والذ جلاش ممكن تعمليه، والطعم فوق الرائع. بمجرد ما تقدميه هيتنسف في دقايق. يلا حطولي لايك لو كنت اول مرة تشوفوني. انا سحر ابو القاسم ودي قناتي. يسعدني جدا لو اشتركتوا في القناة وانضميتوا لاسرتنا الجميلة. ولو كنت بتشوفيني من على الفيس اعملي لايك ومتابعة للصفحة عشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نبدأ على طول.